س يساوي رقم، س يساوي 5، س يساوي 2، س يساوي 3. إذا يعتبر هذا حد عمود، إذا هذا يعتبر حد أو عمود. السلام عليكم. اليوم أنا راح أبلش بالقطوع المخروطية. قطوع مخروطية قبل ما نبلش بأنواعها وأشياء لهذا، هي عبارة عن مجسمات إجت من تقاطع مستوى معين في مخروط مزدوج. شو يعني المخروط المزدوج؟ هذا هو المخروط المزدوج، يجي هيك. كمان زي هيك تقريبا بيجي. هذا هو المخروط المزدوج. طيب هسه المخروط المزدوج له رأس هون وله محور تماثل اللي هو هذا بنسميه محور التماثل المخروط. هسه لما يجي مستوى من ثلاثي الأبعاد، يجي مستوى يقطع هذا المخروط، فبيقطعه مثلا بهذا الشكل. لما يجي مستوى عمودي على محور التماثل، راح يقطعه بهذا الشكل بالضبط، راح يطلع معنا دائرة. لما يقطعه طبعا من منطقة واحدة من المخروط، مش من جهتين المزدوج. لما يقطعه مثلا بشكل مايل زي هيك، راح يطلع عنا قطع ناقص بنسميه. لما يقطعه كمان هيك عمودي، راح يطلع معنا قطع مكافئ. اما اذا قطعه من ناحيتين هيك وهيك بنسميه قطع زائد. هدول قطوع المهمة اللي لازم ندرسها بهاي الوحدة. راح نبلش اول اشي بقطع المكافئ. القطع المكافئ حكينا بقطعه من ناحية واحدة من فوق هيك بشكل عمودي. طيب اذا بدنا نحرف هو المحل الهندسي. شو قصده بالمحل الهندسي؟ يعني منحنى، يعني رسمة منحنى الذي ترسمه نقطة نقطة متحركة. كيف يعني نقطة متحركة؟ يعني نقطة ضلها تتحرك، ما مش ثابتة محلها، إلها أحداثيات سين وصاد متحركين، يعني ما بنعرفهم. طيب بحيث يكون بعد كل منها عن نقطة ثابتة، يعني بعدها عن نقطة ثابتة اللي هي مثلا هاي بنسميها البؤرة، مساوية لبعدها عن مستقيم معلوم. مستقيم معلوم بس ما بيحتوي نقطة نون سين صاد، لا ما بيحتوي نقطة البؤرة ولا بيحتوي نقطة سين صاد، بنسميه هذا المستقيم الدليل. إذا تعريفه أهم إشي في طبعا أهم إشي في الوحدة هاي، إنه تعرف التعريف وتعرف المكونات الأساسية لكل قطع من القطوع المخروطية، وتعرف شو هي الصور القياسية للقطوع المخروطية، عشان تعرف تحل كل الأسئلة. إذا هذا المسافة من هون لهون نفسها المسافة من هون لهون، زي ما حكى التعريف، المسافة من هون لهون نفس المسافة من هون لهون. سمينا البؤرة هذه بنسميها البؤرة. حكينا البؤرة شو اسمه، وهذه بنسميه الرأس. وهون بنسميه الدليل. هذا الدليل طبعا. هذا ايش بنسميه؟ هذا محور التماثل، بحيث بيخلي المقطع المكافئ لمثلين متساويين. هذا محور التماثل. اذا هذا هو محور التماثل. طيب احنا من مصطلح نعرف مصطلحيا نعرف انه المسافة بين البؤرة وخط بين البؤرة والرأس بنسميها جيم، وايضا المسافة بين الرأس والبؤرة والدليل بنسميها كمان جيم. اذا المسافة بين البؤرة والدليل بنسميها 2 جيم. طيب هسا نجعل البؤرة الرأس دائما دال ها. طيب الدليل راح يكون دال ناقص ها، بهاي الحال دال ناقص جيم، وها ضلها زي ما هي. ها هو معادلة محور التماثل. طيب صار بساويها. طيب نجي على البؤرة. البؤرة هي عبارة عن دال زائد جيم وها. إذا محور التماثل هو بيجي عليه البؤرة
بتجي عليه الرأس وبتجي عليه النقطة التقاطع مع محور مستقيم مع محور مع الدليل، والدليل هو بيكون عمودي على محور التماثل. بهاي الحالات لازم نكون عارفين كل هدول الشخص الأشياء. خلينا نرجعهم شوي شوي. البؤرة حكينا بتكون داخل داخل القطع المكافئ. إذا هذا هو القطع المكافئ، بتكون داخله دائما داخل جوات القطع المكافئ، وموجودة على محور التماثل. على محور التماثل على محور التماثل وإيش كمان؟ بس بكفي بوجود على محور التماثل. نجي على الرأس. الرأس وين موجود كمان؟ على محور التماثل. محور التماثل وكمان إيش؟ هو عبارة بالمنتصف بين البؤرة والدليل، منتصف بين البؤرة والدليل. بمعنى آخر، مسافة بين البؤرة والرأس نفس المسافة بين الرأس والدليل. نجي على محور التماثل. محور التماثل بنجد عليه اللي هو البؤرة والرأس وإيش؟ البؤرة والرأس، وبيكون عمودي على محور على الدليل على الدليل. بنسميه عادة محور قطع المكافئ. نجي على الدليل. الدليل هو عبارة عن عمودي على المحور، وبيكون بيكون دائما عمودي على المحور، بيكون قبل ال شو اسمه هذا قطع المكافئ، قبل القطع المكافئ، بيكون قبل القطع المكافئ وعمودي على الدليل على المحور التماثل. طبعا هون معادلته سين بتساوي دال ناقص جيم. حسب معادلته وين مكان نقدر نطلعها. طبعا جيم هي المسافة حكينا بين البؤرة أو الرأس أو بين الرأس والدليل. وإذا حكينا البؤرة بين البؤرة والدليل راح تكون 2 جيم. إذا المسافة بين البؤرة أو والرأس، حكينا أول رأس أول رأس والدليل. نيجي على دالها، هي إحداثيات الرأس. طبعا القطع المكافح له عدة أنواع، في له عدة أنواع، ولازم نعرف أنواعه الأربعة. هسا قطع المكافئ له أنواع. شو هي أنواع القطع المكافئ؟ في عندك سيني. شو يعني سيني؟ يعني محور التماثل بوازي محور السينات. كيف يعني محور التماثل بوازي محور السينات؟ محور السينات نعرفه إنه بيجي أفقي زي هيك، فمحور التماثل راح يكون أفقي. فلما نرسم سين لليمين مثلا، سين اليمين إما بيكون مفتوح لليمين أو بيكون مفتوح لليسار. إذا كان عندك الرأس هو عبارة عن دالها، فالسيني راح يكون عبارة صاد ناقص ها. الصاد ده بدي معها الكل تربيع، بده يساوي 4 جيم في سين ناقص دال. هذه معادلة محور هذه معادلة القطع المكافئ السيني لليمين. ليش حكينا سيني لليمين؟ حكينا هو محور التماثل بوازي محور السينات، يعني محور التماثل بوازي محور السينات. إذا راح يكون هون الدليل، وهون راح يكون مفتوح لليمين، وهذا الرأس، وهاي البؤرة هون، وهاي كل الأشياء. إذا بهاي الحالة بيكون زي هيك. طيب نجي على سيني لليسار، كيف معادلته؟ نفس معادلة سيني اليمين ولكن بإشارة سالب. وين إشارة السالب؟ سالب 4 جيم في إيش؟ سين ناقص د. طيب شو هي، كيف نرسمه؟ حكينا سيني موازي محور السينات هيو، بس بيكون لليسار زي هيك. وإيش؟ وهذا هو الدليل عشان ورا
شو اسمه دائما الدليل هون راح يكون اكبر من النقاط الرأسية، من نقطة الرأس هون اصغر من نقطة الرأس راح يكون، يعني مثلا هون كان 2 راح يكون هون مثلا -2 او وش زي هيك، وهكذا هون راح يكون اكثر. نيجي على الصادي، الصادي ايش يعني الصادي؟ من اسمه صادي، يعني محور التماثل يوازي الصادات، زي ما موازي محور تماثل السينات راح يكون موازي محور الصادات، اما بيكون مفتوح لاعلى او مفتوح لاسفل. شو يعني صادي لاعلى صادي لاسفل؟ اذا هاي هو هاي محور التماثل بوازي محور الصادات، وهون هون بيكون البؤرة والشو اسمه اذا مفتوح لاعلى بهاي الجهة، هون البؤرة وهون راح يكون العمودي، هون راح يكون الدليل، الدليل طلع عمودي على محور التماثل. كيف نقدر نكتب معادلته؟ س ناقص د الكل تربيع بده يساوي 4 ج في ص ناقص ه. عشان تميزوا بين القطع المكافئ والقطوع الثانية، انه القطع المكافئ هو الوحيد اللي له تربيع وحدة، س ناقص د الكل تربيع، س تربيع، اما يا اما س تربيع يا اما ص تربيع. هون للأسفل برضه نفس الاشي ولكن بهاي الشكل، راح يكون عبارة عن ايش؟ س ناقص د الكل تربيع يساوي -4 ج في ص ناقص. هاي هي المعادلة القياسية للصادي والسيني وكل الأشياء تبعونا. إذا عندنا 4 أنواع، كل واحد لازم نعرف شو هي الجيم، لازم نعرف شو هي البؤرة، لازم نعرف شو هو الرأس، لازم نعرف وين بحطه دول كلياتهم في محور، في محور التماثل، لازم نعرف إنه الدليل هو عبارة عن عمود عن محور التماثل، ولازم تعرف أهم إشي إنه التعريف، إنه إذا كان عندنا موجود نقطة متحركة على هذه المنحنى، فإنه إذا كانت المسافة بينها وبين البؤرة نفسها مسافة بينها وبين الدليل هو عبارة عن قطع مكافئ. إذا لازم نكون عارفين كل هاي الأشياء. خلينا ناخذ أمثلة على كيف بده يجي السؤال. من أبسط الأسئلة اللي ممكن يجيكم إنه يعطيك سؤال قطع مكافئ، احكي لي شو هم الأشياء الرئيسية، مثلا بيحكي لك أعطيني البؤرة، أعطيني مش عارف إيش، راح نكتب كل الأشياء الرئيسية. أول إشي خلينا ناخذ أبسط مثال، س تربيع بده يساوي 8 ص. أول إشي أنا بالنسبة لهاي الحركات بهتم بالرسم أكثر. إذا خلينا قبل ما نرسم بدنا نكتب بالصورة العامة. إذا شو الصورة العامة؟ هو عبارة هذا السين ناقص 0 الكل تربيع، صح؟ لأنه سين ناقص 0 سين، كل تربيع سين تربيع، ما سوينا إشي، بده يساوي 8 في صاد ناقص 0. لو تضربه وتدخل الصاد راح يطلع معك كمان 8 ص. ليش كتبتها بهاي الصورة؟ عشان نعرف شو هو الرأس وشو هو وشو نوعه وشو شو اسمه. طالما التربيع عند السينات فهو صادي، التربيع عند السينات صادي، صادي طب للأعلى وللأسفل، عرفنا الصادي للأعلى وللأسفل، للأعلى ليش؟ لأنه جيم موجب، 4 ج موجبة، إذا صادي للأعلى، للأعلى. طيب طلعنا صاد للأعلى، نجي على الرأس، الرأس إيش هو؟ دال وها، وين دال هيها؟ وين ها هيها؟ إذا دال 0 وها 0. حد الآن طلعنا الرأس، طلعنا صاد، شو نوعه؟ صادي للأعلى. هسا نطلع البؤرة، أول إيش بنطلع؟ جيم، 4 ج إيش بتساوي؟ 8. حكينا دائما بكون مضروب في الصاد او بكون مضروب في الجهة الثانية هو عبارة عن 4 ج. طيب بنقسم على 4، بنقسم على 4، جيم ايش بدها تساوي؟ الـ2. طيب شو قصدنا بجيم بدها تساوي 2؟ خلينا نرسم، احنا حكينا صادي للأعلى، اذا هاي محور التماثل وهاي صادي للأعلى، اذا هاي النقطة ايش راح تكون؟ الرأس 0 0. طيب لو مشينا جيم 2 لفوق ايش راح تكون هادي؟ هذه البؤرة. طب شو لما نمشي 2؟ مش حكينا هي جيم المسافة بين البؤرة والرأس؟ لما نمشي 2 السين مش راح يتغير، راح يضل 0، بس راح يتغير مين؟ الصادي، راح يصير 2. إذا هيك نقدر نطلع البؤرة اللي هي 0 و2. طيب بالنسبة لمعادلة محور التماثل راح نسوي زي هيك، معادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل هو عبارة عن مين؟ صاد بده يساوي 0 أو سين بده يساوي 0، لأنه حكى لنا صادي فهو سين، سين بده يساوي 0 محور التماثل. هي
ليش حكينا سين؟ لأنه عمودي، العمودي سين والأفقي صاد. طيب هذا معادلة شو اسمه هذا الدليل. الدليل هو عبارة عن أفق زي هيك، لما نحكي أفق زي هيك حكون صاد، صاد بيساوي قديش؟ طب من هون لهون اثنين، من هون لهون كمان اثنين، طب يعني حكون صاد يساوي هون هاي النقطة راح تكون عبارة عن صفر وسالب اثنين. إذا هذا راح تكون صاد يساوي قديش؟ معادلة الدليل صاد تساوي سالب اثنين. إذا هيك طلعنا تقريبا كل الأشياء الرئيسية الموجودة في هذا السؤال. هيك بكون حلينا السؤال الأول. نجي على السؤال الثاني، بحكي لك صاد تربيع بتساوي 12 سين. طيب احنا بنعرف التربيع لازم يكون لحاله، والسينات لازم تكون والغير تربيع لازم يكون لحاله. طيب يعني راح نقول 12 سين لهناك، فراح يصير عندك صاد تربيع بده يساوي سالب 12 سين. طيب غير هذا الحكي انه بنخليها على الصورة العامة اللي احنا تعودنا عليها، الصورة القياسية، صاد ناقص صفر الكل تربيع يساوي سالب 12 في سين ناقص صفر. طيب اذا من هون نقدر نطلع نوعه، نوعه عبارة عن ايش؟ الصاد تربيع، اذا سيني، سين اليمين واليسار لليسار، ليش؟ لانه سالبة. اذا سيني لليسار. طيب الرأس ايش هو؟ الرأس هي صفر صفر، بس انتبهوا انه هون السينات دال، هيها صفر، الصادات هون ها صفر صفر صفر. طيب ماشي، ايش كمان نقدر نطلع؟ نقدر نطلع كمان، طلعنا سيني سين اليسار، الرأس نطلع جيم. الجيم ايش هي؟ اربعة، او طالما هو مفتوح اليسار يعني سالب اربعة جيم بده يساوي سالب 12، فسالب اربعة على سالب اربعة جيم بتتساوي الثلاث. شو يعني قصدنا جيم بتتساوي الثلاث؟ خلينا نرسم. يعني بدنا نطلع البورة، البورة راح تكون واحد منهم متغير والثاني راح يضل زي ما هو. والايش معادلة الدليل؟ الدليل كمان راح نطلعه. طيب خلينا نرسم. حكينا سيني يعني موازي، محور السينات محور التماثل. حكينا مفتوح لليسار يعني زي هيك، طالما الرأس صفر صفر فهاي النقطة صفر صفر، صح؟ طيب من هون لهون احنا راح يزيد السالب، راح عم نمشي لليسار يعني السالب، فهذه النقطة البورة راح تكون عبارة عن ايش؟ سالب اثنين او سالب ثلاث وصفر، لأن السين عم بتغير، احنا السين عم بتغير نمشي افقي، راح يكون البورة عبارة عن سالب ثلاث وصفر. طب الدليل راح يكون هيك عمودي، راح يكون سين بيساوي كذا، كيف نطلعه؟ نمشي ثلاثة لهون اللي هو سين بده يساوي ثلاث، سين بده يساوي ثلاث، هيك بكون طلعنا الدليل. طب معادلة المحور التماثل صاد بيساوي قديش؟ صفر، لأنه هون حسب الرأس صفر صفر، فصاد بده يساوي صفر معادلة محور التماثل. طيب هذا التماثل. نجي على اللي بعده، اللي بعده ايش بيحكي لك؟ سين ناقص اربعة الكل تربيع بتساوي سالب 12 سين. طيب هون تقريبا هاي جاهزة تربيع للسينات، بس راح نحط هذه في زي ما حطيناها قبل. طيب هسه هون بدنا نطلع شو هو، سيني ولا صادي؟ السين على التربيع فهو راح يكون صادي، صادي صادي لإيش؟ صادي للأعلى وللأسفل، للأسفل. طيب راح نطلع الرأس، الرأس عبارة عن إيش؟ أربعة، ليش ما أخذت السالب أنا؟ صفر، لأنه هو عبارة، هي المعادلة عبارة عن سين ناقص ناقص دال، مش سين زائد دال. لو سين زائد دال فبتكون سالب أربعة، أما هون أربعة فسين ناقص دال اللي دال أربعة، إذا هذه دال وهذه صاد. إذا الرأس أربعة صفر، هون تغير الرأس، كان صفر صفر متعودين عليه، هسا الرأس تغير. طيب ماشي، هسا نطلع سالب أربعة جيم بده يساوي سالب 12، فجيم إيش بده تساوي زي اللي فوق؟ ثلاث. طلعنا قيمة جيم، جيم دائما بتكون موجبة. ليش حكينا موجبة؟ لأنها عبارة عن نقطة، عبارة عن مسافة، مسافة ولا عمرها كانت سالبة، فعشان هيك جيم لازم تكون موجبة. جيم بدها تساوي ثلاث. طيب نقدر نطلع البؤرة هسه. هسه في ناس بيحكوا لك تحفظوها حفظ الأشياء هاي، ولكن أنا ما بحب الحفظ،
فأحسن لك ترسم. ارسم ايش بيطلع معك، مين بتغير من هذا الصادي الى موازي محور الصادات، هاي للأسفل هاي للأسفل. طب شوفي هون عندك هذه النقطة ايش مالها، 4 و0. طب لما ننزل لتحت يعني الصاد راح يتغير، لما ننزل لتحت بمقدار 3 راح تصير هاي النقطة البؤرة اللي هي 4 وسالب 3، راح يصير 4 وسالب 3. حلو، طب ايش صار هسه؟ هسه عندك الدليل، دليل ايش ماله الدليل؟ راح يكون موازي لمحور السينات، الدليل موازي لمحور السينات يعني صاد يساوي كذا. طب صاد يساوي كذا، هذه من 4 4 0. طب اطلع 3 لفوق صارت عندك النقطة 4 وسالب 3 و3، مش سالب 3 لأن طلعنا لفوق، ف4 و3، إذا ص بده يساوي 3 الدليل. طيب ص س بده يساوي قديش؟ 4 هذه مين؟ هذه المحور التماثل. زي هيك بكون حلينا. نجي على آخر مثالين نكملهم عشان الفيديو الجاي يكون عن إكمال مربع. لاحظوا هون ص زائد 3 الكل تربيع بده يساوي 8 في زائد 4 س. طيب هسه هون في شغل، هون راح نحطها ص زائد 3 نفسها ص، هي لازم تكون ناقص ه، فراح تسويها ناقص سالب 3 الكل تربيع بده يساوي، راح ناخد هون 8 عامل مشترك لأنه السين لازم يكون معاملها واحد فقط. طلعوا هون س هون معاملها واحد، ص هون معاملها واحد، س معاملها واحد، ص معاملها واحد، واحد واحد، لازم دايما يكون معاملها واحد، لا سالب واحد ولا موجب ولا اشي تاني، لازم معاملها واحد. اذا راح ناخد 4 عامل مشترك في س زائد الاثنين، اخذنا 4 عامل مشترك. طيب هسه بتحكي لي س زائد اثنين هاي نفس س ناقص ناقص اثنين، صح؟ لازم نحطها زي هيك، فراح يكون عبارة عن ايش، صادي ولا سيني؟ التربيع الصادات راح يكون سيني، سيني حكينا اما مفتوح يمين او مفتوح يسار. مفتوح يمين ولا يسار؟ هذا مفتوح لليمين لانه فيش موجب فيش سالب عندنا. فالرأس تقدر تطلعه بكل سهولة اللي هو سالب 3، لا سالب 2 وسالب 3. ليش حطينا سالب 2 في الأول؟ لأن الرأس بيكون سين صاد، هاي السين دال معاها والها معاها الصاد، سالب 2 سالب 3. إذا طلعنا الرأس، هسا إيش راح نساوي؟ راح نطلع راح نطلع إيش؟ راح نطلع قيمة جيم اللي هي 4 جيم بده يساوي 4، صح؟ اللي هي هاي جيم إيش بده تساوي؟ 1. طب حكينا سيني ولا اليمين؟ سيني يعني موازي محور السينات ولليمين زي هيك. طيب النقطة هاي ايش عندنا؟ سالب 2 سالب 3. طب احنا بدنا نمشي 1 لقدام فحيتغير السينات، فيصير سالب 1 سالب 3 البؤرة. طب نمشي 1 لورا راح يطلع عنا هذا اللي هو سالب 3 سالب 3. اذا الدليل راح يكون س بده يساوي سالب 3 من الرسمة، والبؤرة راح تكون سالب 1 سالب 3. طيب شو ضل عندنا؟ محور تماثل. محور تماثل دائما بيكون عكس الدليل لانه هو عمود على الدليل، واذا هذا حكى س تساوي سالب 3 هذا راح يكون صاد بده يساوي كذا. المعادل الصادات للرأس، شو الصادات للرأس؟ سالب 3. وهيك بكون خلصنا السؤال. نجي على السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيحكي لك هذا الحكي. طبعا هون بدنا ننتبه لشغلة مهمة جدا اللي هي انه ايش هون معامل سين تأسين اللي جوا التربيع ليس واحد، لازم نخليه واحد زي الصورة العامة. راح ناخد 2 عامل مشترك جوا التربيع، راح ناخد 2 في سين ناقص 2 الكل تربيع، هذا كله تربيع بده يساوي ايش؟ 40 في صاد ناقص 0. طيب هسه 2 لما تطلعها برا التربيع راح تاخد تربيع، فراح يصير 4 في س ناقص 2 الكل تربيع بده يساوي
40 يساوي ناقص صفر. طب شو ضل عندك؟ ضل عندك الأربعة هاي بدك تتخلص منها عشان يصير معك على الصورة العامة. تقسم على أربعة، تقسم على أربعة، صار عندك سين ناقص اثنين الكل تربيع بده يساوي 10 في صاد ناقص صفر. هيك صار عندك المعادلة جاهزة. هسه هون نقدر نطلع الرأس، وهلو أول إشي نطلع نوعه. شو نوعه؟ طالما التربيع عند السينات فهي صادي للأعلى وللأسفل للأعلى. طيب الرأس إيش راح تكون؟ اثنين وصفر. طب أربعة جيم راح تكون 10، جيم بتتساوي 10 على 4 اللي هي نفسها 5 على 2. طيب هسا راح نمشي صادي للأعلى، هاي محور الصادات هاي للأعلى زي هيك. طيب هسا هاي النقطة 2 و0، احنا لما نمشي 5 على 2 لفوق يعني راح يتغير فقط الصادات، فراح يصير عندك 2 و5 على 2. اذا بؤرة ايش راح تكون؟ 2 و5 على 2. طيب والتماثل، الدليل راح يكون موازي هيك، راح يكون صاد بده يساوي. هسا انقل هيك سالب 5 على 2 لانه مشي له 5 على 2 اللي مقدار جيم. طيب المحور التماثل او التماثل راح يكون عبارة عن ايش؟ راح يكون عبارة عن سين بده يساوي الاحداث السين بده يساوي 2. وهيك بكون طلعنا كل الاشياء. اذا اللي بعده هسه الفيديو اللي بعده راح احكي عن مش التكامل، راح احكي عن اكمال مربع، طريقة اكمال مربع، وراح ناخذ امثلة عن كيف نطلع الجواب بطريقة الاكمال المربع. اذا لحد الان اخذنا شو يعني قطع مكافئ. القطوع المخروطية هي عبارة عن قطوع جاي من تقاطع من قطعين مكافئين، قطعين بين مخروطين مزدوج او مخروط مزدوج بنسميه، لهم راس واحد ولهم محور تماثل واحد، نقطع منه مقاطع حسب مستوى واحد، حسب مستوى من المستويات، فراح يطلع معنا شكل. كل مرة شكل بيختلف، مرة راح يطلع معنا دائرة، مرة راح يطلع معنا قطع مكافئ، مرة راح يطلع معنا قطع زائد، مرة راح يطلع معنا قطع ناقص. فواحد منهم اليوم راح ناخد يعني راح اغطي عنهم كلياتهم. اول شيء القطع المكافئ، اخذنا عن القطع المكافئ انه هو عبارة عن نون اللي هي نقطة متحركة على القطع، بحيث تكون المسافة بينه وبين بين البورة نفس المسافة بينه وبين الدليل. وحكينا انه هاي البورة هي بتكون جوا القطع المكافئ والدليل برا القطع المكافئ او وراه. وحكينا الرأس هو بيكون موجود على محور التماثل، محور التماثل موجود فيه البورة والرأس وهو عمودي على الدليل. حكينا الدليل وعمودي على محور التماثل، وأيضا الجيم هي عبارة عن مسافة بين البؤرة والرأس أو الرأس والدليل. طيب البؤرة والدليل مسافة بيناتهم عبارة عن جيم زائد جيم اللي هي 2 جيم، واضحة جدا، فعبارة عن هذا الحكي. طيب هذا كله حكيناه، وحكينا له 3 أو 4 أنواع سيني، نوعين رئيسيات سيني وصادي. السيني كيف نعرف انه هذا سيني وهذا صادي؟ حسب المعادلة. إذا كان عندك التربيع على الصادات فراح يكون صادي، فراح يكون سيني. إذا كان التربيع على السينات فراح يكون صادي، وهكذا. إذا حكينا التربيع على الصادات سيني، وتربيع على السينات صادي، العكس. فكيف نطلع الباقي؟ نطلع جيم من المعادلة هي 4 جيم، بكون حاطط لك رقم بدل 4 جيم، بنطلع منها جيم، بنطلع منه هذا الحكي. طيب الباقي كيف تطلع البورة؟ لمين أطرح؟ السينات ولا الصادات؟ لمين أجمع؟ الصادات ولا السينات؟ هذا الحكي بترسم الرسمة تاعتك وبتشوف.